السلام عليكم ورحمة الله. بكل الخير، يتجدد لقاءنا معكم نشوى من قناة Active Woman. وانتهى معرض زهور الربيع. هنشوف دلوقتي الحاجات اللي انا اشتريتها منه. طبعا كنت عايزة اشتري حاجات اكتر، لكن كنت تعبانة ورحت اخر يوم فما لقيتش معظم الحاجات اللي انا كنت عايزاها. في البداية جبت حاجات على الخفيف كده وقلت ان شاء الله ابقى اروح مرة للمشتريات مخصوص، لكن قدر الله ما شاء فعل. عايز اقول لكم بس نصيحة، ان الحاجات كل ما ده سعرها بيزداد، وهتشوفوا معايا دلوقتي في حاجات انا عارفة سعرها من السنة اللي فاتت لقيتها سعرها زي السنة دي. هنبدأ بسم الله على بركة الله. بسم الله ما شاء الله. انا اشتريت النجيلة دي. النجيلة دي عبارة عن مترين طول ومتر وعشرين عرض. هي اماراتي. دي كانت ب 380 جنيه اعتقد، هي يا تركي يا اماراتي مش فاكرة يعني. وكان في نجيلة تانية نوع تاني نفس المقاس برضو كانت ب 560. فبصراحة انا لقيت دي سعرها مناسب وكويس قوي، فدي اول حاجة جبتها. تاني حاجة جبتها كان السيس ده. ده كان بعشرين جنيه، وطبعا هي القاعدة بتاعته علشان تصريف المية. دي القاعدة بتاعته. ده كان بعشرين جنيه. ده اعتقد ان هو سعره من السنة اللي فاتت يعني. وده الحامل كنت شارياه السنة اللي فاتت كان ب 12 جنيه ونص، السنة دي لقيته بعشرين جنيه. عشان كده بقول لكم ان في حاجات اسعارها بتزيد. ده انا جبت ده علشان الحامل ده. لكن الباقي ما جبتش حوامل عشان هحطهم على الاستندات عندي ان شاء الله تشوفهم باذن الله وفيهم الزرع. كمان جبت القصيص ده، يعني انا عجبني قوي ان في منظر ورود كده، يعني ما هوش ساده، شكله حلو. جبت اتنين منه. الواحد كان تقريبا يا ب 37 يا ب 40 مش فاكره قوي، بس اعتقد ان هو كان ب 37. ودول طبعا القواعد بتوعه عشان تصريف الميه برضو. ده كمان جبت منه واحد مقاسه حلو، ده كان ب 40 جنيه، وده مقاسه 60 في 20 في 16 سنتي. ده صناعة خرشد للبلاستيك، وطبعا مع القاعدة بتاعته. جبت كمان المقص ده. المقص ده ب 40 جنيه. لقيت سعره حلو قوي، يعني انا لقيت هناك مقصات سعرها اعلى من كده، لكن ده عجبني وكمان حجمه كويس. جبت شكاير بيت مصر. دي الشكارة اللي جبتها اخر يوم في المعرض. دي كانت ب 20 جنيه. جبت اول معرض شكارة 15 جنيه، والله كانت اكبر من دي كمان. يعني مش عارفة هل يمكن هما ضاغطين الشكارة، يعني الشكارة مقاسة اصغر فعشان كده مليانة قوي. انا حاول اقارن بينها وبين الشكارة الاولانية. الشكارة اللي جبتها كانت اكبر، بس اعتقد انها كانت برضو مليانة. يعني هي دي 5 كيلو ب 20 جنيه، كانت 5 كيلو في بداية المعرض ب 15 جنيه. الشكارة دي 10 كيلو ب 30 جنيه. طبعا جبتها ب 35. مكتوب عليها تربة طبيعية آمنة للاستعمال عالية الجودة، تستعمل في جميع أنواع الزرع والزهور. تربة طبيعية بتمس. جبت شكارة كومبوست عبارة عن 30 كيلو، أو كانت 40 كيلو. 40 كيلو أعتقد. 40 كيلو ب 40 جنيه. والكيسين باللايت في بداية المعرض كان الكيس ده بعشرة جنيه، أنا جايباهم بخمسة وعشرين. طبعا كنت مضطرة لأن آخر يوم في المعرض. وجايباهم من شركة تبارك. الكومبوست والبيتموس والبرلايت جايباه من شركة تبارك. فما كانش قدامي مفر ان انا لازم اجيبهم، والا اروح شركة تبارك بقى في فيصل. طبعا هخلط البيتموس والبرلايت والكومبوست والرملة، هخلط النسب اللي انا عايزاها. ده بالنسبة لي اوفر من ان انا اشتري
كيلو بيتموس ب10 جنيه ب15 جنيه على حسب الموجود يعني. فدول كيسين انا جبتهم. ده كيس يوريا ب10 جنيه، اعتقد ان هو نفس مقاسه في بداية المرة كان برضو ب10 جنيه. انا جبته بس علشان خاطر في ناس كتير بتلخبط بين اليوريا والبيرلايت. شايفين بيرلايت هش جدا وخفيف، ده تقيل، حبيباته تقيلة زي الزلط كده صغير. ما بنصحش بيستعملوا الفواكه ولا الاشجار ولا المزرعات، هي فقط للنباتات الزينة او للورود. فده كان ب10 جنيه. كمان جبت بذور، انت هسه الفرصة طبعا البذور بتبقى متوفرة في المعرض. ده بذور بامية، بذور كوسة، قرنبيط، باذنجان، خيار. الكيس ب10 جنيه، ودي من شركة تبارك، خبيزة، فجل بلدي، ريحان فرنساوي، كرفس، فلفل حار، بقدونس وجرجير. الكيس كان ب5 جنيه. طبعا لان دي شركة ودي شركة، لكن الاتنين كويسين يعني، اللي موجود ده يختار واللي موجود ده يختار. كمان جبت حاجة حلوة قوي كان نفسي فيها، وهي الجاردينيا. دي نبتة الجاردينيا، دي جاردينيا داخلي. كنت بدور على جاردينيا خارجي بس لقيت في اخر المعرض، بس للأسف كانت كبيرة قوي، كنت بدور على حاجة حجم صغير. دي كانت اعتقد ب35، كانت من توكلت على الله. دي ب35، دي جايباها تقريبا خامس او سادس يوم من المعرض. هي كانت اصغر من كده ما شاء الله، هي كبرت. ان شاء الله هنبقى نعمل فيديوهات عنها وعن طريقة رعايتها واقصارها وكده. دي بيتونيا جايباها اخر يوم، طبعا كانت دبلانة جدا، بس انا ما كانش قدامي مفرقة، قلت اجيبها وانا اهتم بيها هنا ان شاء الله. ف زي ما انتم شايفين كده هي بدأت تنتعش بصراحة، هي كانت دبلانة جدا وتعبانة قوي كمان مع الحر، واخر يوم ما بيهتموش طبعا بالمزروعات ولا باي حاجة. دي جبتها البيتونيا تقريبا ب15 جنيه. كمان الاوسكاليوس، بصوا هي النباتات مش برونقها اللي كان نفسي فيه قوي، بس ما كانش قدامي مفر، كان اخر يوم وكان لازم اجيبها. دي هرعيها ان شاء الله. فدي كانت اعتقد برضو ب15 جنيه، هنعمل لها ان شاء الله اكسار ونقول طرق رعايتها. جبت حاجة ظريفة كده تتحط على المكتب، الصبارة دي ب50 جنيه. طبعا الاسعار في الاخر زي ما قلت لكم بتختلف وبتزداد يعني، بس خلاص اخر يوم وهي حاجات بسيطة يعني فمفيش مشكلة. ودي كانت مشترياتنا لهذا العام من معرض الزهور. كل سنة وانتم طيبين. هسيب لكم مشتريات العام الماضي في صندوق الوصف. كل سنة وانتم طيبين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.